أستاذ محمد، كيف تعلق على الهجمات على القواعد الأمريكية؟ نعم، نعم. لكم ولجميع مشاهدي قناة دبليو تي في. أهلا بك، أهلا بك. الحق حقيقة ما أمس وقبله بأيام من استهداف القواعد الأمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد، واليوم ما حصل في قاعدة بلد الجوية يدل على أن من قام بهذا العمل، رغم أننا نعلم أن كثير من فصائل المقاومة الإسلامية قد استنكروا هذا الفعل، إضافة إلى أنه لم تعلن أي جهة إلى الآن من قامت باستهداف السفارة أو قاعدة بلد الجوية، لكن يبدو أن التهديدات التي قامت بها وأعلنتها المقاومة الإسلامية قبل فترة باستهداف القواعد الجوية واستهداف القواعد الأمريكية والأجنبية في العراق، وخاصة ما حصل قبل أيام بالنسبة إلى استهداف قاعدة الأسد، وهذا يدل على أن فصائل المقاومة أو من يعمل معها قد نفذت تهديداتها وقامت باستهداف القواعد الجوية الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية، إضافة إلى أن الاستهداف لم يكن فقط إلى القواعد الأمريكية، وإنما استهدف أيضا قاعدة في منطقة بعشيقة. هذا يدل على أن هنالك رفض من قبل المقاومة الإسلامية ومن قبل الشعب العراقي لتواجد هذه القوات داخل الأراضي العراقية، والتي يعتبر انتهاك لسيادة العراق، رغم أن هنالك اتفاق حصل بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء التواجد الأمريكي بالتالي داخل القواعد الأمريكية، لكن للأسف الشديد لم تخرج ولم أي قوات قتالية أو غير قتالية قد خرجت من العراق ومن قواعدها داخل الأراضي العراقية، بل شاهدنا قبل يوم بأن هنالك مجموعة من 20 عجلة قد دخلت من الأراضي السورية واستقرت داخل أربيل. هذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن في بالها الخروج من الأراضي العراقية، وإنما زيادة تواجدها داخل الأراضي العراقية. طبعا إن الوقائع على الأرض تشير طبعا مثل ما تفضلت عكس ما صرحت له القوات الأمريكية بأن هناك انسحاب أمريكي من العراق. كيف تبرر هذا المشهد اليوم؟ وهم اليوم يعني الكثير من يجادل على أن القوات الأمريكية ممكن أن تنسحب، والمشهد العراقي لم يرى أي انسحابات وهناك قصف وهجمات تتكرر على القواعد الأمريكية، هذا ما يؤدي إلى خلخلة أمنية كبيرة. نعم. ما أعلنه قبل أيام، ما أعلنته الحكومة العراقية على لسان القادة ومنهم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد الأعرجي، دلالة على أن هنالك اتفاق مبرم بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، هذا في الظاهر وما أعلن من قبل الحكومة العراقية، لكن عكس ذلك أعلن قائد القوات أو قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى مارك ماكنزي بأن تواجد القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية بموافقة الحكومة العراقية، ولم تخرج أي قوات من القواعد المتواجدة فيها في إقليم كردستان أو في الأنبار. هذا يدل على أن هنالك تناقض في التصريحات، وهذا أيضا ينعكس على المشهد الأمني العراقي باعتبار أن هنالك اتفاقية وحصلت وحدثت عدة لقاءات بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وتم بموجبه الاتفاق على خروج القوات القتالية الأمريكية من الأراضي العراقية وبقاء القوات الاستشارية أو الفنيين، لكن هذا انعكس أيضا على الجانب الأمني والجانب العسكري، بحيث أدى ذلك إلى قيام مجاميع باستهداف القواعد الأمريكية. هل نبرر، عفوا أستاذ محمد على المقاطعة اليوم، أنت هل تبرر رغم كل ما يبدر من الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الانسحاب للقوات الأمريكية، هل يبرر هذه الهجمات على القواعد الأمريكية واليوم هناك أبرياء يهددون بهذه الهجمات وهذا القصف العشوائي أو المقصود؟
نعم سيدتي الكريمة، أولا أن من قام بهذا العمل لم يعلن عن نفسه إلى الآن. هي أطراف مستفيدة إضافة إذن إلى بخلخلة المشهد. بالتأكيد، يعني هنالك من يحاول أن يلعب على وتر العلاقات الأمريكية العراقية أو تخريب هذه العلاقات، إضافة إلى أنه من يحاول خلط الأوراق بحيث تتهم مجموعة من فصائل المقاومة أو تتهم قوات الحشد الشعبي، وبالتالي تعطي مبرر للولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرب فصائل المقاومة أو الحشد الشعبي في أكثر من مكان. وأعلنتها صراحة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه ما تتعرض له السفارة أو تتعرض له قواعدها وتعرض حياة العسكريين الأمريكان داخل الأراضي العراقية. هذا أيضا سوف يؤثر حقيقة على الوضع الأمني العراقي، لأن هنالك صراع قد يكون كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وفصائل المقاومة، لأن بالتأكيد فصائل المقاومة سترد عندما تتعرض إلى أي ضربة جوية أو أي اعتداء، إضافة إلى أن الحشد الشعبي سيرد بالمقابل، لكن هذا لم يكن بصالح الشعب العراقي بصورة عامة، ولم يكن بصالح الأمن العراقي ولا سيادة العراق. شكرا لك أستاذ محمد الربيعي، كان معنا الخبير الأمني السياسي أستاذ محمد الربيعي، أهلا بك.